فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تختلف المذاهب الأربعة في بعض المسائل الفقهية، فهل الأدلة تختلف عندهم أم أنه فقط اختلافهم في الاجتهاد والاستنباط؟ لا، قد لا تبلغهم الأدلة، ما كل عالم تبلغ كل الأدلة، تبلغ بعضهم ولا تبلغ الآخرين، وفوق كل ذي علم عليم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض الهدهد ماذا قال لسليمان عليه السلام؟ أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فسليمان قبل قوله: اذهب بكتابي هذا فألقه إليه، اعتمد على قوله هذا. نعم.